ليس طابورا صباحيا لهؤلاء الجنود، بل تجمعا ضم عددا من منتسبي أقسام الشرط من مختلف مديريات محافظة عدن. هذا التجمع في فناء قسم شرطة القاهرة بالمنصورة دفعته الحقوق المالية المتأخرة، فمن يصدق أن العاصمة المؤقتة تهمش أهم قطاعات الدولة؟ لنا سنتين داخل الشرطة ولا لقينا أي صرفة أو أي حاجة تدعم نحن، ولما طلعت لنا الآن الأسماء وكمان ما طلعوش أسماءنا، كل ما نروح نطالب ولا شيء قالوا ما رفعوش أسماءكم الوزير الداخلية. طيب متى بيرفعوا لنا؟ إحنا نساء تبع الشرطة النسائية مداومين على دوامنا، نبغى مستحقاتنا، نبغى رواتب. صور الجنود الشهداء بارزة هنا تشهد على التضحيات التي قدمها قطاع الشرطة والمخاطر التي تكتنف عملهم، لكنهم مستمرون بمهامهم المختلفة وبأقل الإمكانيات. نحن عملنا ضبط الأمن والمخاطر كثيرة، ونحن معرضين لكل المخاطر يعني، والإمكانيات مش موجودة. أتكلم مع الوزير الداخلي مباشرة هكذا وإن شاء الله يكون يسمعنا. يعني بالله مش حرام عليكم، يعني ناس قاسين من سنتين وأكثر من سنتين داخل شرطة القاهرة من بداية الحرب، يعني من يوم بدأت الحرب وهم جلوس داخل الشرطة، لا يستلموا مبالغ مالية ولا يستلموا غذاء. التوظيف الرسمي وصرف المرتبات هذه مطالبهم، لكنها تاهت في كواليس وزارة الداخلية، ما يثير استياء واسعا في مختلف الدوائر الأمنية. كانت تشوفاتنا إلى الأخ اللواء شلال، واللواء شلال حفظه الله قام بتوجيه رسالة إلى الأخ وزير الداخلية والأخ رئيس الجمهورية بعمل حل هؤلاء الذين سقطوا أسماءهم من الكشوفات. وتأتي أهمية هذه المطالب الحقوقية في ظل جملة من التهديدات الأمنية التي تعيشها العاصمة المؤقتة. من هنا من شرطة القاهرة نداء موجه إلى وزير الداخلية ومدير أمن عدن للاستجابة العاجلة لمطالب هؤلاء الجنود الذين لا يتحقق الأمن إلا بهم. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.